تسعى بنغلاديش إلى إحياء قماش موسلين داكا الذي كان يعتقد أنه ولى إلى غير رجعة بعدما كان يستخدم لصنع ملابس كبار القوم في الصالونات الأوروبية في الماضي، وكان يدر مالا وفيرا. وكان لابد للتمكن من إحياء تجارة المسلين من العثور على أزهار القطن الخاص بصناعة هذا القماش والتي تنمو حصرا بالقرب من داكا. هذا القطن له بريق طبيعي كالحرير، بالكاد يكون مرئيا عند تحويله إلى خيوط. أما بالنسبة إلى بياضه فمن المحتمل أن يكون لهذا القطن أقوى بريق في العالم. وارتدت أجيال من سلالة المغول التي حكمت الهند في ذلك الوقت قمصانا من هذا القماش الخفيف قبل زمن بعيد من أقبال الأرستقراطيين الأوروبيين والنخب الأخرى عليه منذ نهاية القرن الثامن عشر. وكان التحدي الآخر لإعادة إحياء هذا القماش هو إيجاد اليد العاملة المناسبة نظرا إلى صعوبة هذه الحياكة ودقتها. يمكننا أن ننسج نحو 4 سنتيمترات في اليوم إذا سمح الطقس بذلك. إن أيام الشتاء صباحا هو أفضل وقت للعمل. إذا أصبح الجو حارا جدا أو رطبا لا يمكننا العمل. كل هذا يتوقف على الظروف المرتبطة بالغزل. وكانت صناعة المسلين مزدهرة إلى أن بسطت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها على دلتا البنغال ليبدأ الاستعمار الإنجليزي للهند. ولدى حلول الثورة الصناعية شرعت إنجلترا في إنتاج منسوجات أرخص بكثير، ثم ما لبثت الرسوم الجمركية التي فرضها الأوروبيون أن وضعت حدا لتجارة هذا القماش الرقيق.